السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا يا جماعة غادي نقول لكم دروك يخرج خرج واحد مغربي يعني يستهزأ مع المغربي، هو معروف يعني وين يدير لي لايف تاعو، هو اصلا كوميدي، هو اصلا كوميدي وين يستهزأ كيما نهار اللي خرج يستهزأ، قال بلي احنا كي خسرنا مع فرنسا غادي الماتش يتعاود ولا ندوه لفرنسا. خرجوا تاوعنا يستغلوا اليوم البارح شتا انايا خرج هدر قال بلي الجزائر واه رجعتو رجع سلوالي ضربك سلوالي البارح قلت لك ضربك سلوالي اول الشيخ قادير وخويا هاي روي راهي هاي المغرب يعتذر عن تنظيم كأس إفريقيا. المغرب واه المغرب يعتذر عن تنظيم كأس إفريقيا صح هاي لو هذا خرج هدرها واستهزاء استهزاء نتوما لا تردوها والمغرب تما كي نتوما الشعب الجزائري كيما ذاك مسيلمة الكذاب يعني دائما دروك راه يصطاد يعني يحوس كيفاش يعني قالكم منا دروك يحوس يمشي كيفاش يقصر عليكم يجيب لكم يدير لكم تيت يقول لكم هو المغرب هو قال هذا قال المغرب غادي ويجبد عليه تجبد السيد الرئيس تبون عليه تجبده انت مسيلمة الكذاب علاه تجبد الرئيس تبون في امور تافهه في امور تافهه علاه تجبد الدوله في امور تافهه علاه قلنا انت مسيلمة الكذاب اللي عيطوا لك عمو هشام ولا ما هشام ولا قلنا خاطر رايح نجرجرك على بالك بلي رايح تتجرجر غادي تتجرجر غادي تتجرجر انا نقولها لك غادي تتجرجر علاه تخرج تكذب وتزيد الدعم تاع ناس واحد جاي هو مغربي من حقه انا كربحت انا كربحنا نخرج نقول سوف الجزائر تلغي منا صحيح حنا الجزائريين ما لناش دايرين زعما ماهيش حاجه حصره خسرنا حنا عندنا اللي سطات تاعنا المغرب يعني فانيك ينظموها وان شاء الله تكون اكبر دوره عندهم الله يسهل عليهم كينيا ومن هذوك يعني فانيك الله يسهل عليهم الى بناو لي ستاد الله يسهل عليهم بصح انا بنقول لك على الدعم على تخرج تهدر واحد استهزأ وانت تدخل تهدر بها ودايره صح ومحسوب منا تا فور صعبك انت فور واو لله على ما تحشمش على ما تحشمش برك ما تكذب على تكذب كي الحمار على تكذب كي البغل عليه على تقصر على الشعب بس تضحك على الشعب ما زلت راك تضحك على الشعب على تدخل امور تافهه دخل فيها الدوله ودخل فيها رئيس الجمهوريه عليه مغربي من حقه يفرح مغربي من حقه يفرح بلاده ويفرح خاطش عليه عندهم لقطع قاوات في الموراه ماشي كيما نحنا كيما نتوما هنايا هنا في الجزائر يعني تحاربوا في الناس باغي يخدموا تحاربوا فيهم كيما الواحد تتهم في والي تصالي باش قال لك نساحب باش يعني باش يعاونوا في لاكاف ومنا قال لهم كيما باعوا الماتش ومنا هذه تاع البيع تاع الماتش هذه وتجبد تما كتبت في اطارات جزائريه راك تتهم كي وليد صادي قال بلي ننسحب عليه وليد صادي من راسو قالها تما راهي الدوله تما راك تتهم في الدوله انت 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 سمعت شويه واحد الكلب غادي يشوف نقول لك كلمه والله ماني طايق سمع سمعتو كيفاش يهدر مع واحد هذا تاع الهاشمي معي على بالك بلي الهاشمي راك تعبني على بالك تعبني الهاشمي
عباك بلي هو جابك منا وانت تهضر معاه بزاف، على بالك بلي راك تعبتني، على بالك راني نبغي نقلعك يا صاحبي. والله لا تعبت، كاين 150 ميساج، 150 ميساج راك داخل بزاف في اللعب معاهم، سورتو هادو اللي مات بالك، هادو سورتو هاد قبل الفوت وقبل الفوت تاع الفوت، يعني داخل معاهم بزاف في امور لا يرحم شوابينا بزاف. هاو نعم اهدر معاه قول له يقلعك، ولا قول له دبر راسه. والله سمعت شو هدر هنا، اسمع سمعت شو سمعت ولا سمعت؟ اسمع يا واد الخبيث، قرا للدولة للدولة تتخلط يا واد الخبيث، بيت ولي انت العربي ستيستي، انت قاعد وانت تجيلي هنايا، بتجيلي هنايا يا واد الخبيث. على قلت لكم بلي هادو دخلوا بالبولا ومن بعد يستعملوهم في امور وحده اخرى، انا نقول لكم اسمعوا تشوفوا. خويا الهاشمي انا جاب لي ربي البلاد راح تتخلط، سمعتوا ولا ما سمعتوهاش؟ كيفاش البلاد رايحه تتخلط؟ ياه تتنبأ بالبلاد رايحه تتخلط، بلاد رايحه تتخلط، تتنبأ باللي البلاد رايحه تتخلط، ياه وقاعد تكذب على الزراري. انا لا ديفوار راني نقول يعني شاهدنا بزاف، عنده بزاف زراري تاع عمو 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 عمو، صورتو مين يجي البيف وتسيب عنده لي كومونتير عمو فتح لنا باللي نربحوا البيف، نربحوا الباك. يعني وين انا كنت ننصح في الوالدين، انا نقولكم رساله، انا ننصحكم باللي هذا راه خبيث، هذا راه يحوس كيفاش باش يكذب، يعني يجي بعد بعد العربي ستيستو، هذا مي خط راهم يوجدوا فيه باش يكون العربي ستيستو. انا نقول لك وراه يطلع فيه جيل، راني يعني نقولكم حرزوا ولادكم يعني كومونتو لو راهم معاه منا، خاطش ما يغفوكمش هذوك راهم يدخلوا الكومونتو ويدخلوا بقوه معاه، هذوك ناس هذوك راه ذباب، هذاك ذباب مشري، راني نقول لكم ذباب الكتروني. هذوك كاين كاين يعني واحد المنظمه عندها على بالكم تسيب كيما هكا تسيب 500,000 يعني زبانه تدخل ديرك عندك، 200,000 زبانه، 100,000 زبانه، 90,000 زبانه، 50,000 زبانه تدخل ديرك. هذوك ما يهفوكمش، هذوك هو اصلا عارف بلي هذوك راهم يرسلوا راهم يدخلوا معاه، بصح هو يحوس يكذب يعني ولدك، يحوس يكذبك انت، يحوس يكذب الاخر، يحوس يكذب. انا نقول لكم حذاري منهم، هذا حذاري منه، راني نقول لكم ديزابونوا من عنده، خاطر هذا راه خاطر على ولادكم وخاطر على الجزائر، خاطر راه رايح يخرج لواحد الطريق مع هذوك الجماعه، يعني يولوا اكثر من هذاك المازدا واكثر من هذاك ستيستو هذاك. راني يعني نقول لكم ونعاود لكم حذاري منهم باش يكون على بالكم، يعني امور خطيره خطيره. واش راه عندي، واش عندي يعني واش يهدر مع من يهدر، ويهدر مع ناس اعداء الجزائر وهما جزائريين، يعني واحد المنظمات خطيره جدا، كيفاش يجيروا فيه هاش يدير هاش يدير ها كيفاش ها كيفاش، وحنا ندبروا اللي صرنا وحنا نديروا لك وحنا نعملوا لك، حذاري منه. غادي نقول لكم عسوا ولادكم، هذه للشعب الجزائري عسوا ولادكم. عرفت شو كيفاش راهي يلعب يبانيك لي هذيك تاع تاع ليكو مغربي شتا قال اليكم منا اليكم من اليكم من، حذاري منه. من التالي نقولها لكم ونعاود. وما شوبير انا تتفرج ما تتفرج شوبير قال عم داير هكا قصر نقصرو صايك. هذه انا ما نبغيش على بلادي، انا جزائري ما نبغيش على بلادي، اما لا حذاري منه. هو وذاك اللي بسمي روحو حسي مسي وهذاك هذاك كيسمو هذاك شنويه، هذو كاع حذروا روحكم منهم، يعني واحد الامور غادي من دا نكشف لكم كل خطره ندمر لكم، غادي فماك تعرفوا هذا الكلام راني نقول لكم عليه باش يكون على بالكم. خلوش لي يجي يحشيكم، هذا دوك لي يجي يحشي يضحك على الشعب الجزائري، يضحك عليكم مازال يضحك عليكم على بالك. واحد مغربي قال باللي الماتش حنا قال باللي غادي ننسحبوا، يا وجابه جا حط قال لكم عليكم اسمعوا 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 يسرى الغاشي واو لا
ما تنساوش عطونا سهم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. صحيتو خاطي.